يعني استكمالا لكلمة الأخ رئيس اللجنة، في قرار مجلس بلدي 30/1/2022 وبعد شهر 4/4/2022 قرار مجلس الوزراء. الواضح من الأمر في عوائق موجودة بالمنطقة في القيروان، هذه المنطقة توجد فيها أشجار صار لها أكثر من 30-40 سنة تقريبا. ففي قرار مجلس وزراء بإزالته، وأيضا قرار مجلس البلدي. العجيب في الأمر مع الأسف إذا كنا نفكر بحل القضايا الإسكانية وعندنا التفكير هذا بعدم إزالتها بشكل سريع أو نقلها إلى مواقع أخرى، أنا أقول حتى نقلها ما يخالف إذا كانت صالحة، ما يمنع أنك تنقلها، بس هذه الأشجار مثل الأثل وبعض الأشجار هذه إن ما تقدر تشيلها وتزرعها بمكان ثاني هذه إزالة، يعني ماكو فايدة منها. وفي سوابق أيضا منطقة فهد الأحمد كانت في السابق كلها نفس الطريقة، أثل وزراعة حاطينها، كانت يصب فيها الله يعزكم ويعز السامع الصرف الصحي فيها عشان عدم التلوث وكذا، وحطوا الأشجار كان الهدف منها عدم تلوث المنطقة وأنه يخفف نسبة التلوث فيها. بعد ما جاء قرار مجلس الوزراء وتم تنفيذه بشكل سريع وكان في قرار زالوها، والآن وحدة سكنية تقريبا 1200 وحدة سكنية. اليوم إحنا إذا كان العائق مجرد أشجار ومو قادرين نأخذ قرار، شلون بنحل القضية الإسكانية؟ وبعدين هذه حكومة واحدة، سواء البيئة كل الوزارات تحت مظلة مجلس الوزراء،